السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون النص الوظيفي الثالث، جمالية الخط المغربي. سنقوم بالإجابة على أسئلة هذا النص. أفهم النص. أغني معجمي. أربط كلمة متألق بمعناها حسب سياق الجملة. لمع نجم متألق في السماء. متألق بمعنى ساطع. أحيا فنان متألق حفلا فنيا. متألق بمعنى مشهور. جاد تلميذ متألق. متألق بمعنى متميز. أفهم. السؤال الأول، من أين انحدرت أشكال الخط المغربي؟ انحدرت أشكال الخط المغربي في معظمها من الأندلس. السؤال الثاني، لماذا أصبح الخط المغربي مادة دراسية مقررة؟ أصبح الخط المغربي مادة دراسية مقررة لأن القائمين والمهتمين بالتعليم لاحظوا هيمنة الحرف الأجنبي على المدارس. السؤال الثالث، أستخرج من النص ما ميز الخط المغربي في العصر الماريني، العصر السعدي، العصر العلوي. ما ميز الخط المغربي في العصر الماريني؟ يأخذ شكله النهائي. تميز عن الخطوط الشرقية المتداولة. ما ميز الخط المغربي في العصر السعدي؟ ازدهار أشكال الخط. كتابة المصاحف. زخرفة المساجد والقصور. كتابة القطع النقدية. تعليم فنون الخط وأساليب إيجادتها. ما ميز الخط المغربي في العصر العلوي؟ اتضحت معالم الخط المغربي. تركزت أصنافه وأنواعه. مادة مقررة في المدارس. السؤال الرابع، أبرز المجالات التي استخدم فيها الخط المغربي. أبرز المجالات التي استخدم فيها الخط المغربي: الفن التشكيلي، زخرفة المعالم والمساجد والمصاحف، الحرف التقليدية. السؤال الخامس، أستخرج من النص مفردات أو عبارات دالة على العمران، على الفنون. عبارات دالة على العمران: المساجد، القصور، المعالم. عبارات دالة على الفنون: القطع النقدية، زخرفة، الفنانين التشكيليين، الإبداع. أركب وأقوم. السؤال الأول، ألخص فقرة من النص بتعاون مع صديقي أو صديقتي. تلخيص فقرة من النص. الفقرة الأولى، طور أهل المغرب الخط الذي انحدر مع الهجرات المتتالية للأندلسيين ليسهم به المغرب في الحضارة الإسلامية. السؤال الثاني، أوضح علاقة الخط بالرسم. علاقة الخط بالرسم: يتمتع الخط العربي بصفات مثل المرونة في تغيير الشكل والقدرة على الصعود والنزول والانبساط، ما يجعل الخط العربي فنا تشكيليا. ويستعمل بعض الفنانين أحرف اللغة العربية في رسم لوحات رائعة غاية في الجمال.